السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. نكمل مشوار السوشيال ايشوز انفورميشن تكنولوجي. تكلمنا في المرات الماضية عن مجموعة من الأمور وعرفنا بأن هناك عدة مؤثرات تأثر على العلاقة ما بين التكنولوجيا مع المجتمعات بشكل عام أو الأفراد بشكل خاص، وانتقلنا إلى تحليل بعض النظريات. هي مو بال يعني لو خلونا نكون أوضح، مو تحليل وما ناقشنا النظريات بشكل مفصل، ولكن بالقدر اللي يفيدنا في مسألة الاستمرار في معالجة المواضيع المتعلقة بهذه العلاقة ما بين الطرفين. يعني مهم جدا خصوصا لطلبة الانفورميشن سيستم، عند مناقشة أي موضوع يحتاجون إلى آلية في التحليل. ولما نتكلم عن العلاقة ما بين التكنولوجيا والمجتمع والأفراد، هنا إحنا بحاجة إلى قدرة تحليلية لدراسة هذه العلاقة، لتحليل هذه العلاقة ما بين الطرفين، من يؤثر على من، ما هي درجة التأثير. ولهذا السبب نحن بحاجة إلى دراسة النظريات الأخلاقية لكي تساعدنا لحصول على فهم أفضل. وهذا طبعا في إطار العلاقة ما بين الطرفين، التكنولوجيا مع المجتمع. ولكن حتى لو طلعنا إلى مظلة الأكبر، هل دراسة النظريات الأخلاقية مهمة في حياتنا؟ طبعا الموضوع كبير والموضوع مهم جدا، والنظريات الأخلاقية تساعدنا للوصول إلى القرار السليم. مثل ما احنا قلنا في المرات الماضية، ما هو السبب أو ما هو المبرر لمعرفة النظريات الأخلاقية؟ ما الذي نريده من هذه النظريات الأخلاقية؟ لماذا الناس والعلماء مهتمين بإيجاد نظريات أخلاقية؟ السبب هو لكي نبرر أفعالنا وتصرفاتنا، وبالتالي حينما نريد أن نقدم على عمل ما، نريد أن نبرر لأنفسنا وللآخرين بأن ما نقوم به هو فعلا عمل أخلاقي. ماذا نقصد بالعمل الأخلاقي؟ قلنا هناك عدة شروط، أهم هذه الشروط هي الحرية. تمام؟ الحرية، يجب أن يكون الإنسان حر، وبالتالي الإنسان المقيد أو الغائب عن الوعي أو فاقد للإدراك، هذا الإنسان لا يمكن أن نسمي أفعاله بأنها أفعال أخلاقية، حتى وإن اتفق بأن هذه الأفعال صحيحة. ولكن بما أن بحكم أنه هو ملزم وليس حر، هناك من يفرض عليه أن يقوم بعمل ما، هذا العمل غالبا يطلق عليه بأنه عمل غير أخلاقي. اثنين، الشرط العقل، يجب أن يكون الإنسان حر وأيضا عاقل. ولهذا السبب أي كائن آخر غير الإنسان العاقل المفكر، تصرفات هذا المخلوق غالبا لا يمكن أن نسميها أخلاقية أو غير أخلاقية، لأنه يتعامل مع المحيط، مع البيئة المحيطة فيه، من واقع الفطرة. تمام؟ من واقع الفطرة. الوحيد، المخلوق الوحيد الذي يمكن أن يتصرف بناء على العقل والتفكير والتحليل والإرادة هو الإنسان المفكر والعاقل. تمام؟ إذن هذه تعتبر من الضرورات. غطينا مجموعة من الأمور، تكلمنا عن الريلاتيفيزم وعرفنا بأنها هي نظرية سيئة للغاية. انتقلنا إلى البديل وتحدثنا عن النظرية الأولى وهي نظرية اليوتيليتيريانزم، وخصصنا لها عدة محاضرات. تكلمنا فيها بأن اليوتيليتيريانزم مهمة للغاية، خصوصا لما تكون هناك قرارات جماعية، يعني قرارات تخص المجتمع. وبالتالي إذا أنا مشرع موجود في مجلس الأمة وأريد أن أشرع للمجتمع، تعتبر نظرية المنفعة نظرية ضرورية، وإن لم تكن ضرورية فهي غاية بالأهمية. تمام؟ فهي نظرية غاية في الأهمية. ولكن كما قلت في المحاضرة الأخيرة، في نهايات المحاضرة الأخيرة أو الحلقة الأخيرة، هذه النظريات الأخلاقية لا يمكن أن تطبق بحذافيرها في جميع الظروف ودائما. طبعا هناك استثناءات، او تحصل هناك بعض الـ يعني الظروف التي تستدعي ان نرى تحسين على هذه النظرية كي تطبق بشكل سليم، او نظرية بديلة.
وكما قلنا في المرة الماضية بأن نظريات المنفعة وإن كانت تقصد بحسب الجولدن رول، لا تنسون بحسب الجولدن رول، هو تحقيق أكبر قدر ممكن من السعادات لأكبر قدر ممكن من البشر أو من الأفراد، هذه النظرية إن بعض المرات قد لا يمكن تطبيقها بشكل صحيح أو قد تخالف الفطرة البشرية. وكما قلنا وعطينا مثال على ذلك، الشخص اللي هو هوملس، الشخص الذي لا يملك بيت، مشرد موجود بالشارع ولكنه شباب قوي صحي ولكن ما له أي فائدة للمجتمع، لا يحقق أي منفعة لأي أحد، هو مجرد عالة على المجتمع، موجود في المجتمع قذر وصخ، يعني ما عنده أحد يعيله ولا يعيل أحد أبدا. فهل يجوز أن نأخذ هذا الإنسان كقطع غيار بحيث نستفيد من الكبد ومن الكليتين ومن القلب ومن العيون وباقي أعضاء جسمه لكي نزرعها في جسم أو في أجسام أفراد آخرين؟ وبالتالي على حسب النظرية هذه ليش لا؟ تمام، عندنا منفعة سوف تتحقق، منفعة كبرى لأكبر عدد ممكن من البشر، فإذا هناك سعادات تتحقق لعدد كبير من الناس. صحيح هو شخص واحد سوف يحزن، شخص واحد سوف يتحسر على نفسه ويتألم، ولكن سوف تتحقق سعادات كثيرة. فبالتالي هل ممكن أن نستخدم النظرية التي تقول بأنه أكبر عدد ممكن من السعادات لأكبر عدد ممكن من الناس؟ النظرية تقول أو يجوز، نعم. طبعا هذا يعتبر مخالف للفطرة البشرية، كيف يمكن أن نستفيد من الإنسان كقطع غيار من دون أن نكترث لهذا الإنسان؟ ولهذا السبب تبدو النظرية بعض المرات غير إنسانية، عدل؟ إذن هي أخلاقية بالمجمل في كثير من الحالات، خصوصا لما تكون فيها المنافع والسعادات لعدد كبير من البشر من دون المساس في المشاعر الإنسانية تكون هذه النظرية جيدة. لكن حينما يكون هناك تعارض ما بين الأمرين، لا، نرى بأن النظرية قد تبدو وكأنها وحشية بعض المرات. لهذا السبب هناك نظريات أخرى، أهم هذه النظريات الأخرى نظرية بنفس وزن اليوتيليتيريانزم، مؤثرة جدا، قوية جدا، لعبت دور مهم في العقل الأوروبي وسيطرت عليه ولا زالت تسيطر على هذا العقل، تمام، وهي نظرية الديونتولوجي. فنظرية الديونتولوجي نظرية قوية جدا، صاحبها إيمانويل كانت، العالم الألماني الشهير، فيلسوف كبير، يعني كل من يراجع تاريخ الفلاسفة وتاريخ الفلسفة يعتبر واحد من النوابغ في هذا المجال. يعني إذا رحنا إلى حتى العصور أو العصر اليوناني والازدهار اليوناني أو الفلسفة اليونانية لغاية اليوم يعتبر أحد الأعلام في هذا المجال. إيمانويل كانت كانت له وجهة نظر مغايرة مختلفة تماما عن النظرية النفعية أو نظرية الكونسيكونشياليزم، إذا شفنا المظلة الكبرى إذا تذكرون. وبالتالي إيمانويل كانت قال لا، ما نقدر إحنا نعتمد السعادة كغاية قصوى أو الهدف الأسمى بحسب كما تقول النظرية الأخرى. اليوتيليتيريزم كانت تدعي بأن السعادة، تحقيق السعادة للإنسان، طبعا تذكرون إحنا كنا نقول اللي كانت مجموعة من الأسئلة، لماذا أقوم بهذا العمل؟ طيب لماذا هذا العمل؟ طيب لماذا هذا العمل؟ ونتدرج إلى أن نصل إلى آخر شيء وهو لتحقيق السعادة، وكنا نضرب بالنقد أو بالأموال. كانت يقول لا، هذا الكلام مو صحيح، ما نقدر إحنا ندعي بأن السعادة هي الهدف الأسمى، تمام؟ الهدف الأسمى للإنسان لا يجوز ولا يجب أن تكون السعادة. السعادة ليست هي أبلغ وأقصى طموح الإنسان، تمام؟ إذن خلونا نسمع شو يقول أو بعض الملاحظات على هذه النظرية. Deontological theories put emphasis on the internal character of the act itself. إذن الملاحظة الأولى للنظرية
نظرية كانت بأن تضع التركيز النظرية على يعني سمات وصفات العمل لا النتائج. طبعا إذا تذكرون خلوني أرجعكم حق اليوتيليتيريانزم، قلنا أتباع تلك النظرية كانوا دائما ينظرون إلى النتائج، إلى النهايات، ما ستؤول إليه الأمور، تمام؟ فإذا اخترت هذا الأمر أو الأمر الآخر، دائما النظرية تختار الفعل أو السلوك أو القرار الذي سوف يؤدي إلى نتائج إيجابية أكثر أو نتائج سلبية أقل، تمام؟ لا ننسى، لأننا نأخذهم في الاعتبار. في حالة النظرية الديونتولوجي الموضوع مختلف. الديونتولوجي نظرية الواجب، يعني ديونتولوجي يعني الواجب. Deontological theories put emphasis، يتم التركيز والفوكس ها on the internal character of the act itself. إذن هي تعتمد أو تنظر وتركز التحليل على السمات الداخلية والصفات الداخلية للفعل بذاته، لا لشيء من ورائه. إذا تنظر إلى الفعل بذاته، هل هذا الفعل بذاته صحيح أو غير صحيح؟ واضح؟ يعني لما نتذكر المثال، مثال القطع الغيار من الإنسان المشرد، ما ينظر كانت إلى ما سوف ينتج عنه أخذ قطع غيار من هذا الإنسان ووضعه في أجسام الناس المفيدين للمجتمع كالعالم وكرئيس الدولة وكزوج أو الطفل أو أبدا. هو لا ينظر إلى ما سوف نستخدم أو الكيفية التي سوف نستخدم بها هذه الأعضاء، ينظر إلى الفعل بذاته. هل مجرد أن أسلب هذا الإنسان أعضاءه، هل هو هذا العمل جائز أو لا؟ هذا المهم عنده. An action should be done from a sense of duty. ادعاء كانت بأن الفعل الأخلاقي هو الفعل الذي يجب أن نقوم به من واقع الواجب. إذن أي فعل يجب أن أقوم به هو هذا الفعل الأخلاقي، أي فعل يجب أن لا أقوم به وامتنعت عنه هو هذا الفعل الأخلاقي. إذن من غير أن نبعد النظر عن هذا الوضع، عن هذه المرحلة، انظر إلى الفعل بذاته. هل يجوز أن أفعله أو لا؟ ماذا يقول لك العقل؟ هل يجوز لك أن تقوم بهذا الفعل أو لا؟ إن قال لك نعم، من غير أن أنظر إلى ما بعد هذا الفعل، فقط مواصفات هذا الفعل. طبعا إلى الآن إحنا ما جاوبنا بعض الثغرات، يعني بعض الثغرات الحين راح يجاوبها لنا كانت، تمام؟ ولكن هذه أيضا من السمات الرئيسية بأن كانت ينظر إلى الفعل بذاته ولا ينظر إلى ما بعد الفعل. An action is right if it can be universalized. لاحظوا قاعد يتوسع فيها وقاعد يشرح لنا أكثر. يقول بأن الفعل، هذا الفعل يعد عندي بحسب نظرية الواجب، هذا الفعل يعتبر صحيح إذا كان هذا الفعل ممكن جعله عملا شموليا أو عالميا. إذن الفعل الذي يمكن أن يكون عالمي، هذا الفعل أو هذا السلوك يعتبر بالنسبة لنا أخلاقي. إذن عملية أن أسلب الإنسان أعضائه، هل يمكن أن أجعله عملا عالميا؟ طبعا لا. في حالة اليوتيليتيريانزم يقول أنا أنظر إلى هذا الفعل بحسب هذا الظرف، خصوصا الاكت يوتيليتيريانز اذا تتذكرون. فهل يجوز ان اسلب؟ النظريه تقول نعم، لان هناك منافع سوف تترتب على عمليه سلب اعضاء هذا الانسان. عند كانت الموضوع لا، يقول ما يصير، ما يجوز. احنا هنا لما نسلب الانسان حقه في الاختيار بان يوافق او يرفض عمليه سلب اعضاء جسمه، هذا الأمر ممكن أن يعمم ويبدو بأنه عملا عالميا صحيحا. فهذه تعتبر نقطة أيضا مهمة. إذن العمل يجب أن يكون from a sense of duty، يجب أن يكون من واقع الواجب، هذا واحد. اثنين، لازم أن ننظر للعمل بذاته، لا ننظر إلى ما سوف تترتب عليه الأعمال أو النتائج. وثلاثة، هل ممكن أن يكون هذا العمل عالمي أو لا، بحيث أن يطبق في كل مكان،
إن كان نعم صحيح مثلا الصدق، هل يجوز أن أنا أكون صادقا في جميع الأماكن وبشكل عام؟ طبعا الجواب نعم، الصدق أمر سيء، عفوا الصدق أمر حسن بحسب هذه النظرية. النقطة المهمة الرابعة، وهي تعتبر مصيرية وتعتبر محورية ومفصلية وأيضا تعتبر يعني نظرة جديدة في الأخلاق لم تكن تخطر على بال العلماء قبل يعني نظرية الواجب، هي النقطة التالية. لاحظوا: Never treat human beings merely as means to an end. Always treat human beings as ends and themselves. هذه نقطة جدا مهمة، قد تكون إضافة وتعتبر مفصلية. يدعي كانت بأنه الإنسان هو المخلوق الوحيد على وجه الأرض وفي الكون الذي يستحق الاحترام، وبالتالي هذا الإنسان أبدا لا يجوز استخدامه كنهايات، بل يستخدم به هو كنفسه كنهاية، ولا يستعمل كوسيلة لبلوغ النهايات. واضح؟ يعني الإنسان أتعامل معه بطريقة أحترم إرادته، أحترم حريته، ويجب أن أتعامل معه وهو مبلغ الاحترام، ولا أستخدمه كوسيلة لتحقيق أهدافي وغاياتي. هذه نقطة جدا مهمة وجدا يعني ضرورية، وتعتبر نقطة محورية في جميع أو في هذه النظرية ككل. لاحظين؟ يعني لما نتكلم عن هذه النظرية ضروري جدا أن نضع في عين الاعتبار بأن هذه النظرية تحترم الإنسان بهذا الشكل. إذن كما قال كانت: لا يجوز أن نستخدم الإنسان كوسيلة، ولكن نستعمله بحد ذاته كنهاية وكهدف. فإذن هذا الإنسان يجب أن يكون محترم، إرادته يجب أن تكون محترمة، غاياته يجب أن تكون محترمة. هذه يعني نقطة تعتبر ضرورية جدا في فكر كانت. يعني كانت معروف عنه أنه كان شديد الصرامة من حيث المواقيت، يعني يذكر يعني في الدوكيومنتري في حياة كانت، كان يقال بأن جارة كانت كانت ساكنة عند بيت كانت، كانت تضبط توقيتها على خروج كانت من المنزل. يعني مثلا إذا كانت هي تبي تعرف الساعة 7 متى يحين الساعة 7، هي كانت تنظر إلى بيت كانت، إلى منزل كانت، إلى الباب. إذا تبطل الباب، تمام، تبطل الباب، عرفت الآن دقت الساعة 7 صباحا. لهذه الدرجة كان الرجل كان صارم وكان محترم جدا ويحترم الإنسان بشكل كبير. أعتقد أنا تكلمت يعني أعطيتكم كمقدمة بسيطة عن النظرية، إن شاء الله نتوسع فيها في الحلقة التالية، نأخذ فيها يعني بشكل مفصل أكثر ماذا تقصد النظرية، يعني سوي معاها شوية ديالكتيك، تمام، في حلقة أو حلقتين مثل ما سوينا مع نظرية اليوتيليتاريانزم. نشوفكم على خير إن شاء الله.